انت اخوي البيج ادري شي ناخذ بقى. How you doing, bro? السلام عليكم. الله كيفك سعيد؟ نعم. شو خليك؟ فاينالي وصلنا نيويورك. عندك واحد الفيو واعره واعره بزاف. أوه رفا تايم سكوير تايم سكوير. كيف ديما المازوت ديما كيكون رخيص هنا. يلا خليته في البلايص الاخرين دير 3.56 دابا دير 3.29 مزيان المازوت. داكشي عجبني نجي ندير بلان هنايا ديال المازوت. علاش كنهضر لكم هنايا على المازوت؟ لانه حنايا خدامين ملي زين التراك بحال قلتي كاري التراك يعني كتخلص كلشي من جيبك كتخلص المازوت كتخلص شحال ديال الحوايج. داكشي علاش كان ديما خاصك تقلب البلايص اللي فيهم المازوت رخيص دير فيهم. نعمر المازوت دابا اوكي صعيب تخدم بيد وحده هذا فاين اوكي اوكي شي جهه اخرى ايوا هنايا شي عمره من جهه اخرى اوه على برد بزاف شي شويه هنا ما واصلش صافي سلام خذ نطلعوا للتراك عرفتي الا برد كاينه بزاف كان مولي يجي التيشيرت كتجيب لكم باقي باقي كنجمع في الحويجات هاد الثلاجه كي الدراري تفرجتو في اللايف البارح في الانستغرام المهم خلي لكم الانستغرام هنايا هضرت مع البيجا غادي نحط لها هادي في سميتو في اسمها في الاوفيس باش ان شاء الله الا جاو يديها حيت غادي نحطها هنا ما باش نتقل بها من حتى ان شاء الله حتى نبدا نخدم ونشري وحده اخرى نخليها لي قدي بها الغرض كاينه هادي كاينه التلفازه كاينه واحد الطواليت حاشاكم راهي تما حتى هي كان عندي بزاف ديال القش خاصني نحيد عليا شي حاجه بحال هادو نمشي هاد المول هذا وهادشي كله غادي نعطيهم نخليهم في الاوفيس اللي بغاه اللي دخل تما يشرب منهم فهمتي غادي غير يتلاحوا ما غاديش اللهم يستغلوهم الناس يب نسيت بلي انني خاصني ندي لهم التابليت ديالهم والوراق ديال التراك والكارطه ديال المازوت اللي كنديروا بها ثلاثه ديال الحوايج خاصني نردهم لهم صافي وباش يعطيوني ورقه نسيري عليه بانني صافي ما بقاش تراك بسميتي خاصني ناخذ تصاور ولكن تصاور ما غاديش نعطيهم لهم في الاوفيس خاصني نترونسفيريهم لواحد السيرفيس يا بميساجات كنصيفط لهم نقول لهم في الفايبر كنقول لهم ها هو التراك ها كي خليتو لكم باش الا عطاو شي حد شي حاجه تي فولو مع هادشي اللي كاين It's a long name. That's it. My copy? Yeah. Okay. Got it. So this. Hopefully, I will see you next year. Oh, sure. We'll keep you in touch. Thank you. Appreciate it. Oh, I forgot to give you the fuel card. Yeah. So, I'm gonna wait for your call, you know, for the new truck. Okay. Because they told me that you're gonna keep in touch. Sure, okay. Yeah.
Okay, thank you. So how about the you guys gonna charge me for the whole week or no, just for the three for three days? Days. Okay, thank you. Appreciate it, man. دخل بيجي درتي لنا الخدمه تيم اللي شافني نزلت الثلاجه تيم صح excuse me can you open that door for me please سلامي خدمني العائله oh please that would be great thank you okay good oh my god Yeah. So why you didn't find someone? There is nobody actually, and also I don't want to bother nobody. Let me help. Yeah, let's do it together. Okay, hold on, there is a cable. Okay. Okay. Thank you, brother. Thank you. Yeah, that's better. Broken. Hmm? Broken fridge. No. It's fixed. I just I want to leave it to a friend. Oh, I'm gonna leave it in one of the rooms. So that way we can. You have them just leave here. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Appreciate it, brother. No problem. Thank you. Drive safe, man. How you doing, bro? سير الله صافي نالك قلت لي كخوي ما صافي نحطو عليه هنايا هادي ديال البيجا صافي واحد النوت صافي هاديك هادو نجمعهم شي نحطهم في التراك الله الله عرام ديال التراكات عندهم لا كاينين التراكات دابا التراكات غاديين كيدخلوا خاصك تهضر معاهم الله تصحاب جايز اي شو هذاك الطرف الله قلت لك البوي يديروا معاك مزيان هضروا معاه مانطاش دابا كاين التراك ديالي الا ما قال لك غادي يعطيه لشي حد اخر حيت هو قبل ما نجيو كتعلموا جوج سيمانات تقول لهم انا راه صافي راه غادي نخرج وهما ديك الساعه كيدوروا الناس اللي عندهم في الليست فهمتي تيقول لي راه واحد التراك غادي يدخل من دابا ساعه من دابا جوج سيمانات سميتو اوتوماتيكمون كيقولوا غندوزو هذا لهذا دابا هذا ديالي غيكونوا دايروا مع شي حد يعطيو لي ولكن غنشوف شنو اليومين كاين باك شاري الصفار اخا هذا الشيء باش الزين تركب الجديد حتى انا يا خويا ما باقي داك الصداع ديال 2019 الى عطوني انا في الاول من يلاه بديت طلع الله بسم الله شي هادي كديرو مزيان شي طابليت طابليت الله مزيان سي والله هاد شحال عندي ديال القش هنا ما عرفتش اش غادي ندير لهم كذا شعرك دابا مشيت كريت الطوموبيل هنايا هذا هو التراك ديالي وغادي ننزل داك الحوايج كاملين اللي عندي هما راه حاطهم في هاد الكونتينرز هادو مال غادي ندي معايا وكاين شي حوايج اخرين لداخل ايه هادشي كله خاصو ينزل الفطور المهم هادشي كله غادي ننزلو معانا ونقيو لهم الطراك ديالهم دات سيت هادشي اللي كاين شويه بشويه الصديق ديالنا سعيد هو اللي عاوني مسكين تا هو مشى معايا داني بالطراك ديالو حتى مشيت جبت الطوموبيل عاوني مسكين باش نزلت باش بديت كنزل الحوايج
اوكي اخر اخر ريتوشات هذا مطرقه هنايا زيد. هذه الطوموبيل اللي قلت لكم لها هذه نسافروا بها ان شاء الله. هذا هو التراك ديالي صافر اخوينا كلشي الحمد لله. خذت لنا شويه ديال الوقت ولكن صاقد. اوكي غنجيب واحد الدوره هنا بغيت نحيد هذه حتى هي خليها. اوكي هنايا نقلب لتحت ما خليت شي حاجه مزيان. ديك ستان قلت كاين تما الفوق ما كاين والو الناموسيه ديالهم صافي هادشي اللي كاين. نحل هادو خاويين نحل هادو كاملين باش يتنفسوا. اوكي باقي هادي اللي بقات داخلها ماشي مشكل صافي. نضرب واحد الضريبه هنايا ما كاين شي حاجه اخرى. اوكي اوكي صافي هادشي اللي كاين الحمد لله كلشي. هادشي غادي نقيه ماشي مشكل الحمد لله. اوكي صافي هادشي اللي عطا الله تعالى. دابا غادي ندير نجيب شي نصور التراك ديالي. اوكي ندير صورات باش نحمي راسي الى وقعت شي حاجه. اوكي واحد نوات هيا. اوكي تايرز نوات. اوكي صافي تجي تصورها من اللور. اوكي صورها من الجنب عندي تصور اخرى من هنايا. هادو اللي كتشوفو هنا خلينا من واحد الدري صديق ديالنا. المهم راه كاينين اللحام كاين المهم باش ميبقاش مابغيناش يتلاح باش ميتويستاش المناضة داكشي صافي. غناخد اخر تصاور عقلت على هاد النمرة هادي 22/09 هو التراك ديالي كان ديالي ان شاء الله تعالى. المرحلة الثانية ان شاء الله يكون عندنا التراك ديالنا سيت صافي كلشي نقي الحمد لله. وغادي نصور لهم التريلر تا هو هاد صوره من الجنب صوره هنايا. اوكي صور على البنوات. اوكي صوره من 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 اللور صور لهم هو محلول باش الله يحفظ. اذا كانت فيه شي ضربه ولا شي حاجه تما ما يقولكش انت اللي درتيها. اوكي نصور عليهم بحال هكا. اوكي شوف اش تصاور من هنايا صافي سد. تصور اخرى من الجنب من هنايا جمال مسفيوي. انا ندور لك واحد شويه اخويا تسيت هادشي اللي كاين. واحد الصورة أخرى من هنايا صافي باش نكافري راسي بسم الله. هي وي جو هي وي جو هي وي جو. أنا نعرفكم على عبد اللطيف. عبد اللطيف عبد الله شوف سير عرف الناس على راسك. عبد اللطيف وتعقيدت منين تيزنيت تيزناز ديال تيزنيت. واحد الحاجه بغيت نقول لكم كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات قبل ما نجي كيدنس عبد اللطيف هو اللي كان دفع ليا الكيدنس جاب الله الشفاء على يدي كاع. حيت كنت بعدا كيدنس شي جوج المرات تزرول شنو تزرول زعما الفال الزين زعما ولا شنو الناس تاع السوس غادي يعرفوا تزرول لا صافي يسخر. المهم هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله ندخلوا نكملوا نصلي ونشدوا طريق ان شاء الله لنيويورك. الديديكاس لهذا مول الطوموبيل شكون هذا؟ ها؟ الديديكاس لهذا السيد تا هو رجل رجل عظيم رجل عظيم. واخا هرسوا ليه المرايه ولكن ماشي مشكل نخلصوا عليه. شكون بعدا؟ حسين مغربي؟ واه بري سهل على الله صافي بلاصتي مزيان؟ بلاصتي مزيان؟ اوكي. نمشيو نصليو اخويا نشدوا الطريق ان شاء الله.
الله الله الله. فاينالي وصلنا نيويورك. انا لك واحد الفيو واعر واعر بزاف. انتم انتم او ربا تايم سكوير تايم سكوير من الفوق. حتى المنظر اللي واعر سنوريكم. انتم والله منظر كيدير. الناس باقي خارجه وانا حقايت منظر هذا. هاد لوطيل سميتو اش هيك السميه عندها بلا مشارجي. سميتو ماريوت. هاد لوطيل سميتو ماريوت ماركيز ماريوت ماركيز. وهذا هو لوطيل. قبل ما نبداو في المعقول بغيت ندير واحد ديديكاس لخويا عبد الحق دغموس دغموس كبير. شكرك بزاف اخويا هو اللي عاوني مسكين حتى جديت لوطيل عطاني واحد الديسكاونت ديالو. كنشكرك اخويا عبد الحق والباح مسكين استقبلني في الدار عنده دار معايا اكثر من الواجب. كنشكرك بزاف وسمح لي ان شاء الله نرد عليك بساعه الخير ان شاء الله ملي نجي عند نورث كارولاينا. ابارسا نقول لكم واحد الحاجه. الدراري صيفطوا لي شي ميساجات خصوصا الدراري اللي دافعين الكيد نسبه للمغرب. قال لي خو عبد الساق شنو واقع علاش كما خارج خرجتي مع عند كيد نسيك ما وقعت شي حاجه. بغيت نقول لكم راه ما وقع لي والو مع كيد نسبه بالعكس. كيد شركه اللي زوينه حقها ولكن انا وصلت واحد ليميت صافي ما بقيتش قدرت ما نكذبش عليكم. 8 شهور ديال الخدمه راه ما سهلاش. خديت فيها شي ما خديت فيها شي سيمانه ثلاث سيمانات بحال هكا سيمانه جوج سيمانات ثلاث سيمانات بحال هكا. ولكن ما قداتنيش ما نكذبش عليكم. خاصني واحد الراحه نمشي نسعى ليا شي حاجه سميتها الخدمه. الدماغ ديالي تبلونطا ليا داكشي علاش بارك عليا. وخصوصا السيمانه اللي فاتت صافي مرض واحد المرضى اللي خايبه بزاف. سخانه طلعت الحلاقه بزاف ديال الحوايج ما شكيت عليكم. المهم محتاج نريح مع راسي غندوز واحد السيمانه في نيويورك حتى نهار الخميس ان شاء الله. وغادي نشد الطريق لنورث كارولاينا نمشي للدار ارتاح شي شويه وديك الساعه غادي ندير لكم فلوغات ثاني في نورث كارولاينا شي حاجه. المهم ديلي فلوكس. ولكن التراكين راه ما باقيش غادي ندويو عليه من دابا واحد الشهرين حتى الاخر ديال شهر جوج والبدايه ديال شهر ثلاثة ان شاء الله. بغيت نقول لكم راه ما وقع والو مع كيدنس بالعكس راني زعما مرتاح مع ديك الشركه. ان شاء الله شهر ثلاثة غنشوفو عاوتاني نبداو معاهم ولا المهم ما بغيت نقول لكم حتى شي حاجه دابا حتى نشوفو ان شاء الله شنو غادي يوقع. بالتوفيق للدراري كامل اللي دافعين الكيدنس. اللي باقي ما دفعوش راه باقي كيقبلوا سميتو ماشي نقول لي زابليكاسيون ديالكم. الا ما جاوبوكمش صيفطوا حتى يجاوبوكم لانه بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي كوصلوا دابا. هادشي اللي كاين بالتوفيق لكم وما تنساوش خليونا اللايك ديالكم واللي مهم بزاف اللي مهم هو التعليق. اي تعليق اي حاجه بغيتي تقولوها خليوها لي لتحت غادي نقرا ان شاء الله غادي نجاوبكم. يا نشوفو ان شاء الله في فلوج جديد طلاف ريسكم بزاف. معكم اخوكم عبد الصادق. عاتي راه تنسى عليا كيفاش كيتفلوغا والهضره تقطعات فيا ولكن هادشي اللي كاين باش ما نبقاش غبر عليكم. هادشي اللي كان شي عطاله تاع طلاف ريسكم بزاف في امان الله.